جاي يطلب ساره. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ والله ما انا عارفه مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه قصدك تقول يعني ان ساره وافقت عليه؟ بس يا منصور انا ما بقتش فاهماها من ساعه ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب ده اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكره، فاكر اتمنى عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من الاول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن غالي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟ مش هيحصل. طب ازاي؟ أنا بقى حطيت له العقدة في المنشار، قلت له مفيش كلام في الموضوع ده غير لما تجيب أمك تيجي تطلبها رسمي. طب افرضي أمه وافقت تيجي؟ لا يا منصور مش هيحصل، اللي زي دي ما تحبش تجوز ابنها من اللي زينا. أهو ده اللي كنت خايفة منه. ماما سارة بنت كويسة. وأي بنت كويسة نروح نخطبها حتى لو ما تنفعكش؟ ليه ما تنفعنيش يا ماما؟ ليه؟ واحدة زي دي عايشة طول عمرها في الفقر والذل، هتعوز ايه من واحد زيك؟ لو حضرتك عرفتها كويس رأيك فيها هيتغير. مش هعرفها ومش هديها فرصة تضحك عليا زي ما ضحكت عليك. على فكرة هي ما ضحكتش عليا، أنا حبيتها. ده بيتهيألك. حضرتك اللي بيتهيألك، بدليل إن أنا عمري ما جيت لك قبل كده قلت لك أنا بحب أو عايز أتجوز. هعمل نفسي ما سمعتش لحد ما تفوق من الوهم اللي أنت فيه. ده مش وهم، مش وهم. وبعدين أنا مش فاهم، مش أنت كنت هتموتي عشان أتجوز؟ تتجوز واحدة مناسبة ليك. ماما انا مش عايز اعمل اي حاجه من وراكي. ماما انت حاطه شرط ان وانا بتقدم تبقي انت معايا. لا والله كمان شرطين ان انا اروح معاك اخطبها. طب ايه رايك مش رايحه ومش هحط ايدي في ايد ناس زي دول. ماما اسمعيني لو سمحتي. حاسب بقى ولا ماما ولا غيره شيخ. طمنيني الجو عندك في البيت اخباره ايه؟ لسه برضه مكهرب؟ لسه مفيش حاجه اتصلحت، بس انا عايزك تتكلم مع سلمى. خير في حاجه؟ متخانقه مع ياسر عشان بيهدد شريف انه يمشي من الشغل بسبب الفيديو اللي ماسكه على وليد، قامت هي سايبه الشغل. هو بقى اللي قالك الكلام ده؟ ياسر ما بيكلمنيش اصلا من ساعه ما رفضت اخطب البت دي، وقال ايه اخته بتقول لي انه لو اتجوزها هيتصلح حاله. مش جايز يا حبيبتي، هما بيحبوا بعض. حب ايه؟ دي اكيد ضحكت عليه، المناظر دي عدت عليا كتير. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خايف لحسن تخسري ابنك بسبب رفضك لجوازه ليها. انا فعلا هخسره لو اتجوزها. مين انت مستني حد؟ لا لا انا طالب حاجات من السوبر ماركت. مالك قال انا كده ليه؟ أمي هنا؟ أنا عرفت إن أنت سبت البيت. يمكن تهدوا شوي. هو أنت إزاي مش قادرة تحسي بالصدمة اللي إحنا فيها؟ نصحى من النوم نلاقي أمنا اتجوزت من غير ما نعرف. وديك عرفت. بصي أنا فكرت في كلامك، شفت إن أنت عندك حق في معظم اللي بتقوليه. أنت كمان ما اتجوزتيش حد قليل، حد كويس وكمان نعرفه. وممكن ان شاء الله كده مع الوقت نعلن جوازاتكم للناس، لو تحبي يجي يقعد معانا في البيت يبقى افضل. ويقعد معانا في البيت ليه؟ المفروض الست تقعد في بيت جوزها. عشان يا ماما ما نسيبش رانيا لوحدها. ده على اساس بقى ان انت ناوي تتجوز وتسيب البيت مش كده؟ زي ما انت اتجوزت. هي واحده بواحده يا ياسر؟ وانت ناوي تتجوز مين؟ انت عارفه. برضه ساره؟ انا ما عنديش في حياتي عروسه غير ساره. طب ما تقول كده من الاول. انت جاي تساومني بقى تعترف بجوازي عشان اوافق على جوازك من البت دي؟ سبحان الله انت اتجوزت الشخص اللي انت بتحبيه ومش عايز انا اتجوز البنت اللي بحبها. ولو ما وافقتش؟ بصراحه مش عايز اعمل زيك اتجوز من وراكي او من غير ما اخد اذنك. بتهددني يا ياسر؟ بالعكس انا نفسي تحاولي تحسي بيا زي ما انا بحاول احس بيكي في الموقف اللي انت فيه. يا
يا دي النور يا دي الهنا. ايه ده كله يا منصور؟ ده انا لو كنت اعرف انك جاي النهارده انا كنت عملت لك قد كده يجي 10 مرات. انا فعلا وحشني اكل الفراخ ده. ايه نفسك تكاكي ولا ايه؟ عيش. ما تعرفش ساره مالها؟ مالها؟ مش عارف. حاسس انها مخبيه عني حاجه كبيره. هو انا هعرف منين يعني؟ بابا. بلا بابا بلا ماما. بقول لك ايه؟ انت من ساعه ما سافرت وانا قافل على نفسي. مش مصدقك. بقول لك بص من الاخر كده لو عايز تسال عن اي حاجه روح اسالها هي، لكن انا مستحيل اقع بلساني واقول انها مثلا نها. ايوه انها ايه؟ انها ايه؟ ايوه انت كنت هتقول انها ايه؟ انا قلت انها؟ انها يعني بصراحه يعني من ساعه ما سافرت يعني وانت مسافر. ايوه قول احمدك واشكرك يا رب التليفون ده جه في الوقت المناسب. الو يا منصور. منصور اوعى تكون وقعت بلسانك قدام هيسا وقلت له ان ياسر جه يطلب ساره. انت اتصلتي وانا بقع فعلا. الحمد لله انا لحقتك. أنا مش عايزاهم يتخانقوا مع بعض وسارة تعمد معاه أكتر. لعلمك ياسر ما جيش من ساعة ما قلت له هات أمك، طبعًا الست مش هتيجي. يبقى ليه بقى نعمل مشكلة على الفاضي؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مناقشة الباحث في الرسالة اللي بيدعي إنه مشارك فيها زوجته الباحثة مريم الرفاعي واللي سبق انها نالت درجه الماجستير عنها، تعلن لجنه المناقشه اولا انها انعقدت في ظروف استثنائيه غير عاديه بامر من المحكمه، بس احنا ناقشنا رساله بشكل عادل مع انها مساله افتراضيه، وثبت باجماع الاراء ومما لا يدع مجالا للشك ان الباحث يستحق درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الله أكبر! أول مرة أكسب قضية في حياتي يا جدعان! الله أكبر! مبروك يا دكتور! مبروك! مبروك يا وسيم! مبروك يا شفت؟ أنا اللي كسبتك القضية! شفت؟ خلاص بقى مش لازم. دكتور وسيم شعورك إيه لما أثبت حقك في الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انا كنت متاكد ان ربنا هينصفني. حضرتك جاوبت اسئله فشلت صاحبه الرساله اساسيه ان هي ترد عليها. هو انا مش حابب ان انا اتكلم على حد بصراحه. ما تجيبش سيرتي يا وسيم. ها انا ما بحبش الاضواء. انا لو بحب الاضواء كنت سبت خط بين السرايات وبقيت مشرف عام على الكومسريه في البلد. انا قلت مش هتكلم عن حد خالص. لا يا حبيبي اتكلم عني انا. انا متر كمشوشي. انا اللي ساعدته هو يكسب القضيه دي. اول قضيه اكسبها في حياتي يا جدعان. انا متر كمشوشي زميل كليه المحامين الملكيين في لندن، وقريب قوي هيبقى عندي مكتب وهديكوا عنوانه. اول قضيه خلاص يا فندم. مبروك خبير كمسره. خلاص انت غفر يا سيدي. ما بتصدقوا؟